الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ النهارده ان شاء الله هنشرح من كتاب كونكت الجزء الخاص بالماث. اوكي، من كتاب كونكت بتاع المعاصر. في عندنا جزء يا اولاد بيتكلم عن السيكونس، المتسلسلات، ازاي نحدد المتسلسله اللي هو اكمل نفس التسلسل. في كيف كابري عندي لينكد باي مرتبطه بيه، يوسفول يعني مفيد، ماثيماتيكيشن اللي هو عالم الرياضيات، سيكونس اللي هي متسلسله، رول اللي هي قاعدة، بريفيوس اللي هو السابق، وعندي هنا يكتشف، ورك اوت، ايطاليان اللي هو الايطالي. طيب انت مطلوب منك في الليسون ده تبقى عارف ازاي تحل الاكزامبل عن طريق الايد اور السبتراكت. وفي عندي رول مهمه ممكن نشتغل بيها، زي مثلا يا اولاد من ضمن الرول المهمه ديت عندي هنا لما اقول 0 1 1 2 3 5 8 13، هنا الرول عندنا اللي هو كل مره بيعمل 8 لل 2 نمبر، يعني بقول 0 بلس 1 ايكوال 1، وهنا 1 بلس 2. يبقى القاعده عندنا بنجمع كل عددين مع بعض. In this sequence you find the next number if we add the two previous numbers together. يبقى الرول عندنا نعمل 8 two previous numbers together. Previous يعني سابق، كل two number بنعملهم مع بعض يديني ايه الريزلت اللي بعده، يعني عايز اجيب الديجيت اللي بعده او النمبر اللي بعده بجيب ايه التو نمبر البريفيوس اللي قبل كده واقوم جمعهم مع بعض. يبقى 0 بلس 1 ايكوال 1، 1 بلس 2 ايكوال 3، 3 بلس 2 ايكوال 5، 3 بلس 5 ايكوال 8، 8 بلس 13 ايكوال 21. كاتب هنا 21. يبقى in this sequence you find the next number if we add the two previous numbers together. اوكي؟ يبقى يمكنك ان تجد الرقم التالي اذا قمت بجمع الرقمين السابقين معا. خلاص، دي رول مهمه بنحل بيها، مش مطلوب منك تحفظ المتسلسله ديت اسمها وسبيت في وينت الاسم العالم مين او كده، لا انت بيجي لك الاكزامبل وبتحله، بس تبقى عارف الرول لما يجي لك بالنمبر ريزلت او الطريقه دي بتحلها كده، تمام؟ تحفظها. يبقى هنا 0 1 1 2 3 5 8 13 21 جت ازاي؟ الرول بتاعنا اللي بنشتغل عليه بنعمل ايه؟ ها in this sequence you find the next number if you add the two previous numbers together. بس مطلوب منك لما يجيلك اكزامبل تقدر تحله بالرول بتاعت الاكزامبل الموجود، تمام؟ كلمة 8 يا اولاد يعني هنضيف، وسبتراكت يعني ماينس. تعالوا نشوف كده اكزامبل من الكتاب. write the missing number in each sequence. في فوق هنا يا اولاد جاب لي هنا write the number to complete the rule 5 10 15 20 25 30. الرول عندي هنا بيعمل 8 5. كم بكلمه 8 هنا هنكتب 5، يعني هو الرول القاعده اللي ماشي عليها اللي هو كل مره بيعمل 8 5، بيعمل ايه 8 5، بيزود 5 في الحل. خلاص، طيب الرول الثانيه هنا 30 25 20 15 10 5، كل مره يا مستر بيعمل سبتراكت 5، يبقى الرول عندي بعمل ايه سبتراكت 5. فهمتوا؟ يعني مش قايل لك اود يعني تقول له اضافه، لا هو بيقول لك الرول ايه اللي حل بيها، ايه القاعده اللي حل بيها. هو هنا كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل 8 5 في لتر A 8 5، لتر B كل مره بيعمل سبتراكت 5، لتر C 7 10 13 16 19 22. يبقى الرول هنا بيعمل 8 كام؟ بيزود كل مره كام؟ يبقى الرول عندنا هنا يا حبايبي في لتر C 8 كام؟ كل مره بيزود كام يا مستر؟ 3. 8 3، نكتب هنا 3. اوكي 8 3. طيب لتر دي 10 10 0 10 20 30 40 50، يبقى ال 8 ها الرول عندي 8 10. اكسلنت، جميل جدا. طيب 25 23 21 2 2 2 19 17 15، ممتاز. يبقى الرول سبتراكت، لازم اقول سبتراكت ايه 2، ما اقولش 2 بس، لازم اكتب سبتراكت او 8. يبقى لو كان بيزود كل مرة بيكبر العدد معايا يبقى 8، بشوف بيزود كام، تمام؟ يبقى الرول عندي هنا 8 فوق 5، هنا كان بيعمل 8 5، في لتر B subtract 5، لتر C 8 3، لتر D 8 10، لتر E كل مرة يا مستر بينقص بيعمل subtract 2. خلاص؟ فهمتوا؟ طيب question بعده هنا write the missing numbers in each sequence. 85 80، هنا الرول ايه يا مستر؟ ال 85 بقت 80، يعني بيعمل subtract ولا 8؟ ها subtract subtract، يبقى الرول عندي subtract. subtract كام يا مستر؟ ها
5 يبقى انا اكتب هنا subtract 5 الرول بتاعي subtract 5 كل مره هعمل subtract 5. طيب 85 يبقى الرول عندي نعملها جنب الاكزامبل كده اما نخلص هكتب هنا ايه ماينس 5 انا كده عملت الرول بتاعي فهمتوا سهله كده. طيب الاكزامبل اللي بعده هنا 25 34 space and 52 61 and so on. اوكي 52 25 25 plus 9 plus 9 equal 34 يبقى ال 8 اللي عندي يا اولاد الرول هتبقى 8 9 يعني الرول عندي بنعمل 8 9 كل مره يعني بنزود 9. طيب 34 plus 9 just after 34 we can find the result by 8 9 to 34 34 plus 9 34 and that would allow 9 that 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 right here 43 43 plus 9 equal 52 and 61 plus 9 equal 70. In this example letter C 20 40 80 we can find the result by multiply 2 multiply by 2 يعني الاكزامبل ده يا اولاد بنحله عن طريق multiply 2 يبقى الرول عندي multiply by 2 يعمل times 2 2 times what equal 20 2 times what 2 times 10 2 times 40 equal 80 2 times 80 equal 160 okay 160 multiply by 2 2 times 0 equal 0 2 times 6 equal 12 2 and carry up 1 1 times 2 equal 2 plus 1 equal 3 so the result will be 320 we find the result by multiply by 2 question number 4 50 space 42 38 and 30 look at this example 42 will be 38 لاحظت ايه هنا ال 42 بقت 38 يا مستر يعني هو بيعمل سبتراكت يعني ال 42 بقت 38 بينقص يعني بيعمل سبتراكت هقول 42 ماينس 38 طيب هعد من 38 لحد 42 تبقى 4 ممتاز اكسلنت شاطر يبقى هو هنا يا مستر بيعمل سبتراكت وات سبتراكت 4 يبقى 38 سبتراكت باي 4 ايكوال 34 and here 50 subtract by 4 equal 46 يبقى انا عندي ال 50 هشيل منها 4 اعمل subtract 4 هيديني 46 okay 28 space 48 58 space and 78 طيب ركز في الاكزامبل ده انا عندي هنا عشان اعرف الحل يعني حبايبي بشوف ال 2 digit او 2 number اللي جنب بعض 48 بقت 58 طيب 48 عشان تبقى 58 هو النمبر بيبقى 8 ولا ماينس بيعمل 8 ولا سبتراكت بيعمل 8 يبقى هو كل مره بيعمل 8 يا مستر ده بيزود كام عشان ال 48 تبقى 58 ها 8 وات نعمل ماينس بننقصهم من بعض اقول 8 ماينس 8 0 5 ماينس 4 ايكوال 1 يعني هو يا مستر كل مره بيعمل سبتراكت باي 10 سبتراكت 10 يبقى الرول عندي سبتراكت 10 يبقى هنا هعمل ايه ها سبتراكت ولا لا انا كنت كده بزود يبقى هعمل 8 لو انا مشيت العكس يبقى اعمل سبتراكت يعني وانا جاي كده بعمل سبتراكت لكن ها عندي هنا 48 زادت بقت 58 يعني بيعمل 8 يبقى لو كان بينقص هتبقى سبتراكت لو كان بيزود بتبقى 8 فهمت تمام يبقى انا عندي هنا 48 بقت 58 يبقى هو ماشي كده هيعمل 8 10 طب لو عايز ارجع تاني هعمل سبتراكت 10 من ال 48 تبقى 38 طيب 58 هنبقى ماشيين ناحية دي ناحية اليمين from left hand side to right hand side 8 10 يديني هنا 68 اوكي طيب here question letter 6 64 55 46 37 هنا حبايبي كل مرة النمبر بيقل كل مرة بيصغر 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 صح طالما بيقل يا مستر يعني هعمل subtract minus طب هنقص كام هنا اقول 64 minus 55
واقول 55 ماينس 46 او اقول 46 ماينس 37، او ممكن ان انا اعد من الصغير للكبير، اعد على صوابعي. انا عرفت اللي هو بيعمل ماينس صح، هعد من 37 لحد 46 just after 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40. What can you find the result؟ ها تقدر تقول يا حبيبي الولاد يبقى بكام بسرطان؟ قول على صوتك 9 9. عدي تاني كده، يعني انت تعدي من 37 لحد 46 يديك 9. عدي كده بعد، بص ركز معايا، انا هقدر اصوابي اهوت قدامكم عشان نعد مع بعض. تعدي من 37 لحد 46، بعد 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 اهو بقوا 9. فهمت؟ يبقى انت هتعمل count from least number to biggest number. يبقى هنا 37 كانت 46، يعني بيعمل minus، بينقص كام يعني؟ هعد من الصغير للكبير، count from least to greatest just after 37 38 39 40 41 42 43 44 45 زي ما احنا قلنا يا اولاد. يبقى هو الرول عندي بيعمل ايه؟ subtract 9. طيب انا عايز اقول 37 minus 9، نرجع ورا يا اولاد 9 ستيب، يعني ممكن ترجع للخلف كام خطوه؟ 9 ستيب. اوكي، ممكن تطرح او ممكن تعمل باي بور 1، يعني تقول 37 minus 9، تعمل subtract 9. 7 minus 9 we can't find the result because 7 less than 9، so we must borrow 1 from 3. 3 will be 2 and 7 will be 17. 17 minus 9 equal 8 and 2 drop it here behind 8. يعني يا اولاد 37 minus 9 between 8، ممكن ترجع للخلف كم خطوه؟ 9 steps. تفضل ترجع 9 steps حتى توصل ل 28. ازاي؟ تقفل ايدك كده، تقفل ايدك الاثنين كده وتعد 9 على صوابعك، وبعد السيرت اللي قبل السيرت 7 ايه؟ 36 35 34 33 32 ها بعد كده 31 30 29 28. يبقى انت كده عديت على صوابعك 9 اهمت، وصلت لل 28 ومكتب 28. طيب 28 minus 9 هترجع برضو للخلف 9 steps، يطلع معاك كام؟ ها 19. اكتب هنا 19. اوكي question number 3، write the next two numbers in each sequence. عايزك تكتب two numbers here in this sequence. ركز معايا في letter question number 2 2 12 24 48. الرول عندي هنا بيعمل multiply by 2. This example multiply by 2. اوكي 2 times 48 عشان نحل يا حبايبي نحلها ازاي؟ بص يا حبيبي 2 times 8 equals 16 6 and carry a 1. 2 times 4 equals 8 8 plus 1 equals 9. اوكي 2 times 6 equals 12 2 and carry a 1. 2 times 9 18 18 plus 1 equals 19. then the result will be 192. حبايبي اللي مش حافظ التيبلز بالانجلش بيقولوا بالعربي عادي خالص، يقول 2 في 8 ب 16 6 ومعاك الواحد، 2 في 4 ب 8 1 9. ترجع تضرب 96 في 2 تقول 2 6 ب 12 2 وتطلع بالواحد، 2 في 9 ب 18 1 19. اوكي بس احنا بناخده كونكت يبقى نتعلم في الماس، مش مشكله خالص، اهم حاجه تحل صح. يلا حبيبي هنا الرول 21 بقى 30 39 48. كل مره يا مستر النمبر بيعمل له 8، يبقى الرول عندي 8. 8 كام؟ ها 21 بقى 30 يعني ب 9، كل مره بيزود 9. يبقى لو عدينا من 21 لحد 30 يبقى هو بيعمل 8 9. طيب 48 plus 9 تعالوا نعملهم، 8 plus 9 equal 17 7 and carry up 1 1 plus 4 equal 5. Okay, again, ها هنعمل 8 9 to 57 7 plus 9 equals 16 6 and carry up 1 1 plus 5 equals 6. So the result will be 66. Look at question number 3 3 10 17 24. هو هنا يا مستر بيعمل 8، 3 بقى 10 يعني 8 7. 24 plus 7 4 plus 7 equal 11 1 and carry up 1 1 plus 2 equals 3. 1 plus 7 equal 8 and we can write 3 behind it or 31 plus 7 equal 38. Question number 5, 40, 51, 62, 73. Look at here, 40 will be 51. لاحظ حاجة، هو زود يا مستر عامل 8، زود كام؟ 8 كام؟ ال 40 بقت 51، هنعملهم minus، نعملهم subtract، يعني تقول 1 minus 0 equal 1
و5 ماينس 4 ايكوال 1 يعني هو عامل 8 11. يبقى انا هاجي هنا اقول 73 بلس 11. 3 بلس 1 ايكوال 4 and 7 بلس 1 ايكوال 8. Then the result will be 84. And 84 بلس 11 4 بلس 1 ايكوال 5 8 بلس 1 ايكوال 9. يعني هو كل مره يا اولاد بيجمع 11 بيزود 11 عشان اللي مش فاهم بيعمل 8 11. بيعمل هنا ايه؟ الرول عندي 8 11 in this sequence. We can find the result by 8 11 because the number 40 will be 51 and 51 62 72 he ate 11 and 6 12 18 24 he ate 6. This example he ate 6. مفهوم كده؟ easy سهلة. كمل معايا. هنعمل هنا 24 plus 6 equal 30. 30 plus 6 equal 36. Write the next three number in this sequence. عن الثيكونس قلناها من شويه يا اولاد 0 1 1 2 3 5 8 13. كل مره يا اولاد هنا الرول بتاعي بيجمع كل رقمين قبل بعض عشان تجيب مثلا اللي هنا تجمع الاثنين اللي قبلهم مع بعض بالعربي اهو ماشي 0 1 1 1 2 3 2 3 5 5 و 8 13. طيب يبقى الرول بتاعنا هنا بيقول ايه بقى؟ ان ذيس سيكونس ذا فيرست ها فيرست ستيب. عرفت تجيبها؟ برافو عليك حلها. كل يا اولاد حلها كده شاطر. قول لاصحابك يلا بتحلها ازاي. يبقى in this sequence you can find the next number if you add the two previous number together. يبقى الرول هنا ايه يا اولاد؟ اقول add the two previous numbers together. يبقى الرول بتاعه الاكزامبل ده نحفظها. الرول اتحلت ازاي؟ add من كاتكين كده add the two previous the two previous يعني السابق يعني لو جمعنا العددين السابقين خلاص. يبقى هنا 8 the two previous number together. اوكي 8 two previous احفظ الورد دي previous b r e v i o u s previous 8 the two previous number together numbers together. يبقى الرول للاكزامبل ده مهم جدا نحفظها. If you add the two previous number together, you can find the next number. You find the next number if you add the two previous number together. نكتب هنا. You find the next number. The next number. امتى يا ولاد؟ If you add the two previous number together. يبقى الرول بتاعك هنا ايه؟ تقول له add the two previous number together. دي الرول اللي نحفظها للاكزامبل ده. نقول له add the two previous number together. اوكي؟ مفهوم يا ولاد؟ خلاص كده احنا خلصنا الجزء اللي بيرتبط بالسيكونس عندك في كتاب كونكت. ده كان صفحه يا ولاد 202 و203 من كتاب المعاصر اللي هو كتاب كونكت. خلاص كده؟ اتمنى تكونوا فهمتوا. ان شاء الله لو في اي جديد هنقوله ان شاء الله من كتاب المعاصر. اتمنى تكونوا فهمتوا حبايبي وربنا يوفقكم دايما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.